كيف جات؟ ما حد فتح الباب يا الربع. ايش القروشه هذه؟ اقسم بالله صار يمكن ساعه ونص ادق الجرس ما حد يفتح لي. وش ذا؟ ايش البيت اللي اهل البيت دول نايمين الساعه 2؟ انا الحين قال لي بدخل احتفل عندهم، يعني اني تخرجت وكذا. قلت بو الله على الاستقبال اللي بيصير. طلع كلهم نايمين يسحبوا علي. والله العظيم وش نظام ذا؟ والله يا الله شكلي والله بحتفل بالحالي. كنا نقول ان شاء الله شغالة موجود. خلنا نحتفل. السلام عليكم. يوار معلوم تخرج. تخرج ليش بهذا الانجليزي؟ كيف اعرف العيد؟ مدرسة، you know مدرسة. Yes, this finish. Yes, this اليوم. This والله يا الميو تخرجت يا الميو تخرجت عشان يتخرجت. والله لا طلع سوري مس بالشارع. تعالي 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 تخرجت يا الميو. قولي لي مبروك. الباب ذا ما ينفك. إيه تعالي يا الميو تعالي. هلا والله بالميو تعالي. يا دينا تعالي تعالي. والله الناس حلوة. والله ما حد وقف معي بتخرج إلا أنتي. والله ثم والله الناس حلوة. والله الناس حلوة قسم بالله العظيم الناس. تخرجت وما جتني ولا هدية. الموضوع هذا انا يعني لازم احله. يعني الحين لازم احله. وش ذا؟ اتخرج وكل البيت نايم وحتى ما حد اعطاني وجه. الحين لازم يعني احل الموضوع. الحين اعلمك كيف احله. ذاك اليوم كنت طالع انا وابوي الله يخليه لي ان شاء الله، وكنت جالس هنا تقريبا. اوه 500 ريال. لا 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 مستحيل. حط لي هدية مستحيل. يا الله يا الله كيف؟ يا الله والله اني احب اهلي. والله ما قصر. والله يخليهم لي ان شاء الله. الله يسعدهم. الله يسعدهم. والله اني فرحت اقسم بالله العظيم اني فرحت صدق. احسن يعني في حد كذا يعني عبرني. صح اني انا اللي عبرت نفسي بس عادي. اي صح بصدق والله بتكلم الموضوع بجديه شوي. والله العظيم ان امي يعني بحياتي كلها ما عمرها قصرت مين بشيء، لكن امي بتي تعبانه شوي وحتى اختي لين تعبانه. الله يشفيهم ويقومهم بالسلامه ان شاء الله. عشان كذا يعني موجودين الحين ودعوا لهم تكفون. صح اني يعني تخرجت كذا، لكن والله اني حزين. والله العظيم انه مستحيل افرح مهما كان الا اذا قامت امي بالسلامه واختي لين. الله يقومهم بالسلامه يحفظهم من كل شر ان شاء الله. طبعا اختي لين كانت تعبانه قبل كم يوم، وامس زاد عليها التعب قوه بالليل. فامي الله يخليها لي ان شاء الله كانت يعني كانت معها فانعدت منها شوي. فانا يعني احاول ما اقرب منهم شوي عشان ما يجيني شيء. بنفس الوقت ابيهم معي. والله والله اني صدق يعني تخرجت من يوم ما طلعت من المدرسه وانا افكر فيهم والله. لكن ان شاء الله انهم يقومون بالسلامة ودعواتكم.
هو ما وصلت لي هدية عشان تخرج. شكرا لك يا نور، الله يسعدك والله انك ما قصرت. شكرا والله اني فرحت، فرحت اني يعني لا والله ما حد اهم شيء، هذه اهم شيء، هذه اهم شيء. لا والله تخبر بردة شوف شوف بردة بردة. هذا وشو؟ خذ كذا شوف شو افتح انت شو توقع؟ شوكليت باتش. يلا يلا والله انا جرب. طبعا نورك اليوم تواصل من منسق جيب لي هدية، والله العظيم إنه ما عمرك صرت مي الله يخليها يعني. بس كل ما جبت هدية دخلت بالبيت وأبوي ناظر كذا، إيش عندك أنت؟ من هي نور هذه اللي كل يوم تعطيك هدايا؟ شكرا لك والله يا نور، الله يسعدك ما قصرتي. أنا مشاري، ما لقيت أحد يفتح لك الباب؟ ما لقيت أحد يفتح لك الباب؟ وضعت وضعت آخر شيء. والله إني نايمة والله. طب وين المفتاح اللي عطيتك؟ كالعادة مضيعه صح؟ ما أدري وين المفتاح. وراك إنك في حان طيب نظارة داخل البيت. ها؟ إن شاء الله سبين بعد. والله يا أخي لين عادت أنا شوي أخذت مسكن ولا ما بعد أنام الوقت ذا. شفت سباتي. اي والله شفت سناباتك، بس شفت سنابات شيء زين. جلسة ارد على متابعين. ترد على متابعين؟ طيب. اي والله. انا كني شفتك حاط 500 هنا. هذه عادي اخذها؟ مع 5 ريال. مع 5 ريال. اعطيني 5 وخذي. طيب عادي فتش مخباتك كلها دقيقة، امسك الـ500 بالـ5 بالخطابي هذه. عادي اخذها صدق والله. ترى باخذها صدق. اقسم. وبعد التصوير تقول لا هاتي. والله بذمة سكلت. لا والله. لا والله ابد. بعد التصوير قسم بالله. لا والله. لا والله بصدقطق عليك. ايه عشان الحسبون. خلاص كم ماخذ ذي؟ عشان اللبس. اخر شيء سروال سنة ليش طيب؟